All right. عندنا اليوم لحظة بس هنعمل شيء. عندنا اليوم موضوع مهم جدا الا وهو protection of rotating machines against abnormal frequency and voltage. Abnormal frequency and voltage. طبعا راهو افضل انت ان الباور بلانت بصفه عامه افضل معايا الباور بلانت بصفه عامه يعني تخضع لحاجتين للوقايه مش بس البروتكشن سيستم وانما كذلك حتى الكنترول يحمي فيها. يعني الكنترول مش غرض بتاع انه يتحكم في قيمه معينه ويضبطها وخلاص، هذا غرض ساذج جدا. لا، غرض الكنترول سيستم انه يضبط القيمه المعينه هذه لاسباب عمليه، لاسباب مثلا حمايه الاله نفسها، لاسباب انه يحافظ على الافشنسي بتاع الاله، لاسباب انه يحسن في الافشنسي بتاع الاله وهكذا. فعندنا العديد من الغايات او الاوبجكتيفز من الكنترول سيستم. عندنا العديد من الغايات والاوبجكتيفز من الكنترول سيستم. فهو لما يجي يقول لك بروتكشن اجينست ابنورمال فريكونسي اند فولتج، في الحاله هذه راهو في الحاله هذه افضل في الحاله هذه ياثر يعني يقصد بها البروتكشن والكنترول سيستم، لان الفريكونسي شو اللي يتحكم فيه الفريكونسي؟ هو نفسه الحاكم بتاع السبيد، هو نفسه السبيد جفرنر، هو نفسه جيمس وات جفرنر، هو نفسه السنترفيجال جفرنر. فهذا يتحكم في السبيد ويضبطها عند السينكرونس سبيد. ليش نضبطها عند السينكرونس سبيد؟ عشان تكون سينكرونايزد مع بقية الشبكة ويتحقق من قوانين بقاء الطاقة في الشبكة وتكون ولا نضطر إلى فصل الآلة من الشبكة أو نعمل لود شيدنج بحيث أن نحقق قوانين الاستابيليتي في الشبكة. عدم تحقق قوانين الاستابيليتي في الشبكة حيعرض الشبكة إلى التفكك، حيعرضها إلى أنها تكون شبكة مفككة خلاص، ماهيش سينكرونايزد مع بعضها. فبالتالي ستمنع الوضع الكارثي للشبكات اللي كيف هذا. ضروري التحكم في الفريكونسي وتخليه ضابط. فالتحكم في الفريكونسي مش بس نحن مزاجيا هيك نبوخ 50 و60 هرتز، وانما له اسباب وقائيه للاله ولا وكذلك للشبكه. فجيمس وات جفرنر يساهم في وقايه الشبكه من الابنورمال فريكونسي، ولكن لما يكون الابنورماليتي الديجري اوف ابنورماليتي اوف فريكونسي هاي ديجري اوف ابنورماليتي اوف فريكونسي، بمعنى انه هو يكون مثلا اكسكرشن كبير جدا، مثلا 47 هرتز، مثلا نزل انخفض من 50 هرتز الى 47 هرتز. واو، هذا يعني تحميل، هذا يعتبر تحميل كبير جدا للاله. حنضطر الى نعمل اكشن لا ينفع معاه الاكشن بتاع السنترفيجال جفرنر. السنترفيجال جفرنر يحمي لك الاله لعند 48 هرتز ممكن، يعني الارقام هذين ما تاخذنش بريسايزلي ولكن هن اراوند التيبيكال، يعني اراوند الارقام هذين، يعني ممكن 48 هرتز يرجعها لك. وطبعا هو مش السنترفيجال جفرنر اللي واخذينه في البلاننج بس، اطلع بعدها فاميليز اوف جفرنرز، يعني مجموعه من الكاتيجوريز اوف جفرنرز، في الهيدروليك وفي الديجيتال الكترو هيدروليك جفرنر. يعني لو انا بنعطي الموضوع هذا ممكن حنفرد له محاضره كامله، اللي هو انواع الجفرنرز او انواع السبيد جفرنرز او السبيد كنترولر في الروتيتنج ماشينري او في الباور بلانت. فبالتالي مثلا في ايفنت من قبل صار في بريطانيا حكيت عليه في طلبه البلاننج، انه شنو انه انخفض انه 1200 ميجا وات يعني صدلي طلع من الشبكه، 1200 ميجا وات جينيريشن 1200 ميجا وات من التوليد طلع من الشبكه، يعني حوالي 1.2 جيجا طلعت من الشبكه جينيريشن، معناها صار انخفاض في الحمل بمقدار 1.2 جيجا، انخفاض الفريكونسي لعند حوالي 48 هرتز، بعدها رجع الجفرنر عادي، لان شبكه بريطانيا شبكه قويه جدا والمحطات في نتورك كنترول فيما بينهم، في اتصال فيما بينهم، في عندهم مالتي ايجنت كنترول، مالتي ايجنت كنترول اللي هو يكون سنترلايزد وديسنترلايزد في نفس الوقت. يكون عندك انت سنتر معين تتحكم فيه ما بين الباور بلانت، والسنتر هذا انت مش عارفه وين اصلا، يعني مرات يكون في لندن، مرات يكون في برمنغهام، مرات يكون في ساوثامبتون، وين كل مره في مكان. فبالتالي يجمع ما بين التو سيستمز ويرسل في سيجنال اون تايم، وانواع الجفرنرز الموجوده عندهم ادفانسد جدا، فبالتالي رجع السيستم الى وضعه الطبيعي
بسلاسة وبدون أي مشاكل. ولكن زي ما قلت لك أنت تخيل مثلاً إن عندنا شبكة مثلاً شبكة الشبكات اللي عندنا في الوطن العربي هنا لو خسرت مثلاً 1.2 جيجا لا أتوقع أنها تصمد الشبكة أو مثلاً أتوقع أنها تصمد توات إكستنت يعني حتى حينخفض مش حينخفض الفريكونسي على 140 هرتز بس أصلاً ممكن ينخفض عند 45 والله 46 هرتز حيكون الوضع ديزاستر حيكون وضع فيري دينجر فهمت كيف. فبالتالي الـ 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 في الحالة هذه أنا في الحالة هذه حيجينا موضوع ثاني حيجينا أكشن ثاني ألا وهو اللود شيدنج طرح الأحمال. لود شيدنج طرح الأحمال كيف يعني أنت تبدأ تشوف أنت بريوريتي كيف شنو هن الأحمال الغير مهمة وتبدأ تطرح فيه شنو هن الأحمال مش ما فيش حاجة اسمها أحمال غير مهمة جميع الأحمال مهمة وكل من جميع الناس من حقهم أن يعيشوا في إلكتريسيتي وكذا وني بالذات إذا كان يعني ملتزم بدفع فاتورة الكهرباء وإذا كان كذا ما فيش مش البريوريتي معناها خلاص يعني الفقراء نفسوا عليهم الالكتريسيتي والاغنياء نو no, مش هيك البريوريتي. البريوريتي تخضع لحاجات انسانيه مثلا الاحمال اللي غذى في المناطق المستشفيات والمناطق العسكريه والمناطق المهمه اللي كيف هذينا نو no, ضروري يكون هذينا هاي بريوريتي هذينا ما يفصلش عليهم الضي بكل. مثلا لو في مثلا مناطق سكنيه يبدا في سكجول بيناتهم يبدا مثلا نفصلوا على منطقة الجبيهة 4 ساعات وبعدها نفصلوا نرجعوا لها الإلكتريسيتي ونفصلوا على منطقة ثانية مثلا نظير منطقة الجبيهة منيش عارف أنا أسماءها ممكن الجاردنز أو مثلا منطقة تكون يعني نفس الحمل أو كذا فهمت كيف؟ يعني تعطي سكجول كل مرة تفصل على هذا وترجع على هذا تفصل على هذا وترجع على هذا تفصل على هذا وترجع على هذا لعما كلهم تحقق 24 hours of load shedding بحيث أنه يرجع للفركونسي إلى وضع الطبيعي وفي نفس الوقت يكون خير توزيع الأحمال وفي نفس الوقت ما يطقش أنت فترة الأربع ساعات هذه إذا ممكن المشكلة تكون ريسولفد وتكون مدخل اليونت بتاعك. يعني أنت مثلاً لو صار عندك ميكانيكال فيلر في الغاز ترباين ممكن أنك أنت يعني لو صار عندك أنت ميكانيكال فيلر في الغاز ترباين ممكن أنك أنت مثلاً الأربع ساعات هذه تعطيها فترة صيانة للتكنيكال تيمز الموجودين في الباور بلانت لهم يصلحوا الفيلر هذا ويرجعوه للشبكه من جديد. الـ هذا شو اسمه هو الغاز تربينز مثلا يرجع في دقائق راه للشبكه كترجيع يعني ممكن لو يعني فيش مش حيكون فيه مشكله على شكل هن عاده هن اللي يخلوا فيه هن الستاند باي جنريشن يعني او الاوف لاين ريسيرف يخلوا فيه الاوف لاين ريسيرف على اساس انك انت يو كان برينج ذم كويكلي تو ذا نتورك. ولكن لو عندك انت مثلا كول يونت والله نيوكلير يونت لا نيوكلير تحتاج الى ايام عشان تشين رياكشن على اساس تدخلها على الشبكه والكول يونت تحتاج الى ساعات بحيث انك تدخلها على الشبكه نتيجه لعمليه طحن الفحم وتفريغه في الفيرنس وهكي فتحتاج الى وقت. ولكن طبعا انت عمليه الستارت اب بروسيس هذه تقدر تعملها اوبتمايزيشن بالكنترول انك انت مثلا تخلي to integrate the plant to the system at the earliest possible time عن طريقة مثلاً control system يكون robust وفاست. فعلى شكل أنا يقول لك الموضوع الوقاية الآلات يخضع للprotection والcontrol في نفس الوقت. فبالتالي نحن عندنا الabnormal frequency في الحالة هذه الabnormal frequency يعني ايش نقول لك يعني يشترك فيه الكنترول اللي هو السبيد جوفرنر او السنترفوجال جوفرنر ويشترك معه كذلك اللود شيدنج عمليه اللود شيدنج او طرح الاحمال في حاله انك انت انخفض عندك الفريكوانسي الى حد معين ما في مجال انك انت تقدر تواصل. لو انك انت وصلت بدون لود شيدنج في الحاله هذه حتخسر الشبكه بالكامل. لو انك انت صار عندك ابنورماليتي انخفض الفريكوانسي الى قيمه كبيره جدا معناها هذا زياده في الاحمال اللي واخدين بلانينج عارفين الكلام هذا كويس. لو انخفض عندك الفريكونسي على حسب السوينج كويجن حيكون عندك انخفاض في الأحمال أو أسف حيكون عندك ارتفاع جدا في الأحمال على المولد وبالتالي تحتاج إلى تعمل لود شيدنج أو طرح للأحمال. لو ما عملتش طرح للأحمال حيكون في اكسلريشن حيتضعف الاكسلريشن وحتفقد الاستابيليتي بتاع السيستم حتفقد الاستابيليتي بتاع السيستم بالكامل وحيصير عندك بلاك أوت. أين أحسن من ناحية الـ يعني فيزيكلي أين أحسن أنك أنت تخسر جزء من السيستم وتبدأ الجزئية هذه كل مرة يعني تنقلها من منطقة إلى منطقة أو تخسر السيستم تاعك بالكامل؟ بالتأكيد نعمله لود شيدنج هيكون أحسن يعني بالتأكيد نعمله لود شيدنج هيكون أحسن في الحالة هذه. وهذه الحالة الفيري إيمرجنت كيس يعني مرات يكون عندك أنت أوفلاين ريسيرف الأفضل أني ندخل الأوفلاين ريسيرف. ولكن الأوفلاين ريسيرف وين الموقع تاعه بالضبط؟ يعني أوفلاين ريسيرف يعني احتياطي في التوليد ولكن أوف
وين قاعد هو بالضبط؟ يعني مثلا مرات يقعد في منطقه في الصحراء ويكون ترانسميشن سيستم تاعها ضعيف وما تقدرش انت تعملها برينجينج للسنترلايز نتورك ولا الالكتريسيتي بول بشكل سهل. مرات تكون في مكان مثلا مرات تكون هي بطيئه اصلا ما تدخلهاش للشبكه بشكل يعني، وان كانت مثلا الجاس تربين ممكن يدخل في دقائق للشبكه. حتى مع السيتويشن هذا افضل يعني انخفاض الفريكونسي لا يتطلب انك انت تنتظر حتى دقائق. انخفاض الكامل الابنورمال ولا الاندر فريكونسي الكبير جدا لا يتطلب انك انت تنتظر حتى دقائق. ابدا في طرح الاحمال وابدا اعمل في جدول لطرح الاحمال بحيث انك انت تتلافى الكومبليت بلاك اوت للشبكه بالكامل. طبعا تاثير الفريكونسي، انت تقول لي مثلا تاثير الفريكونسي على المولد وهكي، لا تاثير عراه على على البور بلانت كلها بصفه عامه. ما تقوليش انت مولد ومش عارف ايش، نو تاثير على التوربين اكثر من الجنريتور. تاثير الفريكونسي على التوربين اكثر من تاثيره على الجنريتور. من اللي يقول لي ليش؟ من اللي يفكر ويقول لي ليش؟ تاثير التوربين، تاثير الفريكونسي او تغيرات الفريكونسي تاثيرها على التوربينه اكثر من تاثيرها على الجنريتور. هذا سؤال عن يعني شبه مضمون في الفاينل. بقدر يمكن عشان الجنريت الفريكونسي لما تتغير بالجريد راح تتغير الروتيتنج سبيد تبعت الروتر. yes. وهو موصول مع التربين. التربين اصلا المفروض يكون عم بيعمل روتيتنج على فيكسد سبيد، فبيكون فيك زي تضارب بالسبيد. ممتاز جدا صح، لان زميلك كان مستنتجها من شنو؟ تستنتجها من علاقه ماثيماتيكال دايركت ريليشن شيب ما بين الفريكونسي بتاع الشبكه وسرعه التربين. سرعه التربين، التربين مصمم انه يكون عند فيكسد سبيد، هذه حاجه. ثاني حاجه لو صار مثلا تغيرات كبيره حيكون في ميكانيكال ستريس والله ميكانيكال تنسس على التربين هذا، قد يحدث الكتروميكانيكال ريزونانس ما بين التربين وبقيه الاليمنت الموجوده في الشبكه. يعني لما يوافق الفريكونسي اقل من السينكرونس فريكونسي، لما يوافق الريزونانس فريكونسي بتاع الشبكه مثلا الكومبينيشن ما بين الاندكتنس والكاباسيتنس الموجوده في الشبكه، حيصير عندك انت تورشنال اوسيليشن وحيقعد الابس اند داونز للتربين ويؤدي الى ميكانيكال فيلر للتربينه بالكامل، مع ان الفريكونسي قاعد في الشبكه. هو الفريكونسي هو الـ اها تمام. بخصوص انا حكيت ان الفريكونسي كبارامتر او كان يو ريبيت، يس اي ويل ريبيت، انا حكيت ان الفريكونسي كفاريبل للشبكه. الفاريبل هذا مهم جدا، وحكينا رحنا ان عندك انت تنظر له من الناحيه الكهربائيه، ولكن انا نقول لك لا، راه تاثيره على التوربين اكثر من تاثيره على الجنريتور. موجود الكلام هذا في السلايد، يعني مكتوب في السلايد، ما فيش داعي انت حتى، بس انا حبيت ان احكي لك عليه قبل. لو هو تاثيره على التوربين اكثر من تاثيره على الجنريتور. تاثيره على التوربين اكثر من تاثيره على الجنريتور. حكى لنا زيد اعطى اجابه شبه صحيحه، انه هو قال انه هو تاثيره لان السبيد بتاع التوربين يفضل انها تكون ثابته وعند فيكسد سبيد من ناحيه الهيلث بتاع التوربين. نعم كلامه مظبوط، هو استنتجها بس بالعلاقه بتاع ال 120 اف على بي، هذه بتاع العلاقه المباشره ما بين السبيد والفريكوانسي. ولكن نزيد على كلام ثاني اخرى، ان يعني الميكانيكال ستريس يعني او التوترات الميكانيكيه اللي تحدث في التوربين قد تكون لها علاقه بالريزونانس فريكونسي، ريزونانس ميكانيكال فريكونسي بتاع التوربين اللي توافق مع الريزونانس فريكونسي بتاع الشبكه. بمعنى ان لو عندك انت شبكه كومبينيشن اوف اليمنتس ار ال او ال سي ار ال سي، فبالتالي في الحاله هذه وصادف فيها تساوي ما بين الاندر فريكونسي هذا وما بين الريزونانس فريكونسي بتاع الالكتروميكانيكال سيستم، هيحدث عندك انت الكتروميكانيكال ريزونانس. الكتروميكانيكال ريزونانس هذا هيكون التوربين سبيد فيه ابس اند داونز، ابس اند داونز، لعله يعمل دامج كامل في الميكانيكال سيستم. هذا هو ظاهرة السب سينكرونس. ليش انا حكيت عليها في الاندر فريكونسي بس ما حكيتش عليها في الاوفر فريكونسي؟ لان في الاوفر فريكونسي ما يكونش ضرر كبير، لان عاده مش حيكون الموافقات للريزونانس فريكونسي، هذه حاجه. لكن ايش؟ لكن وغالبا ما يكون لما يكون اوفر ف
فريكونسي الحل بتاع انك انت تخفض التوليد، يعني الحل بتاع لوكال ماهوش حل ريليتد للشبكه، الحل بتاعك انت لوكال تخفض لو صار عندك اوفر فريكونسي خفض التوليد بس اللي قاعد عندك وخلاص تنهي المشكله. فعلى شكل هم المشاكل عاده من الاندر فريكونسي هن المشاكل اللي ممكن يصير عند الحاجات هذين، ولكن الاوفر فريكونسي حل بتاع اني شنو خلاص خفض المحروقات اللي انا دخلتها على الشبكه. لو عندك انت تشتغل على كول يونت ولا ديزل ولا اويل خفض المحروقات بس اللي موجوده في الشبكه و حتدخل الشبكه على يعني حتدخل الماشين على الشبكه وتدخل ويرجع الفريكونسي الى وضع طبيعي بدون مشاكل. ولكن في موضوع الاندر فريكونسي هو الموضوع اللي ممكن ريليتد للشبكه ويكون حل بتاعه يا اما جيمس وات جوفرنر يا اما لود شيدنج. طبعا زي ما قلت لكم انتم من قبل انا درت نموذج رياضي لجاس تربين وكانت الحاجه اللي خلوها اللي خلت البيبر تنقبل اللي خلت البيبر تقبل اني انا اضفت الفريكونسي كاوتبوت فاريبل للماتيماتيكال موديل هذا. In both cases the router would sorry in both cases the router would go out of synchronization. نعم في طبعا هو مش حيقعد اوت اوف سينكرونايزيشن الا اذا انت اهملت الجانبين هذيلا، انك انت يا اما الكنترول سيستم بتاعك ضعيف يا اما كنت اصريت انك انت تكمل بدون لود شيدنج، فحتقعد حتنتقل الى المرحله اللي ما بعدها اللي يقعد اوت اوف سينكرونايزيشن. ولكن انت لما يقعد عندك انت مثلا انخفض الفريكونسي لعند 47 هرتز ولا كذا يعني عادي تقدر عندك انت وقت انك انت تتلافى الموضوع، يعني مش حيخسر سينكرونايزيشن بشكل مباشر، حيقعد انت عندك انت وقت انك انت تعالج الموضوع يعني، بس مش وقت كافي، لا 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 يتطلب الوقت هذا انه يكون دقائق مثلا، يعني عالجه بسرعه، اعمل لود شيدنج بسرعه، اعمل لود شيدنج as soon as possible تمام. ولكن عندك انت ما عندي you have time margin to resolve the issue. ولكن in both cases انت تقصد انت الاوفر فريكونسي ولا اندر فريكونسي؟ انا احكي لك ان الاوفر فريكونسي حل لو كان عندك انت في الباور بلانت، لو انك انت انجينير قاعد تشتغل في الباور بلانت عباره عن انك انت خفض التوليد بس. لما تخفض التوليد حيرجع السيستم الى وضعه الطبيعي. ولكن تخيل معي ان صار عندك اندر فريكونسي تمام وما عندكش انت توليد كافي، ما عندكش انت احتياطي في التوليد، فبالتالي ما فيش حل قدامك الا انك انت تعمل لود شيدنج في الحاله. Is that clear يا كميل؟ Alright. عشان فمن اضفت انا الاوتبوت فريكونسي كاديشنال فاريبل وعملنا سيميليشن يعني قبلت البيبر وكان هذا اديشنال كونتريبيوشن، لان معظم الجماعه اللي اشتغلوا في الجاست تربينز تلقاهم ميكانيكال عنده ميكانيكال باك جراوند. فالموضوع هذا ماهوش ملم يعني ماهوش مهتم به واجد، يعني تلقى الموديل بتاعتها بيزد افشنسي امبروفمنت بيز كذا، ولكن لما تدخل معاها الفريكونسي حيكون في انتر اكشن ما بين التربين والشبكه او بين التربين هذا والشبكه وهذين، فهمت كيف؟ فلك هذا الموضوع الانرجي كونفرجن موضوع مالتي ديسيبلينري وفي نفس الوقت شنو؟ يعني انتر ديسيبلينري في نفس الوقت تعرف انت تربط به العلاقات هذين وتعرف انت تربط كيف تاثير هذا على هذا، ما فيش حاجه في الشبكه ما تاثرش على حاجه ثانيه. كل حاجه لها تاثير على الحاجه اللي قبلها، تمام؟ طبعا هو ممكن حاجه اللي مستخديات كيف نقولوا بالليبيا او مثلا قاعده بروحها هكي وامورها تمام ولها تاثير على الشبكه، ولكن الشبكه ما لهاش تاثير عليها. هو البويلر يعني تلقاه هو الاب الروحي بتاع الباور بلانت، يعني هو اللي يعطي ولكن ما يعني ما فيش تاثير قوي باك عليه من الشبكه، فهمت كيف؟ والكنترول بتاعه عنده لوكال كنترولر وعنده جلوبال كنترولر ما بينه وبين التربين والجنريتور، ولكن زي ما قلت لك انت الانتراكشن اللي يصير ما بين التربين والجنريتور قوي جدا وله تاثيراته الكبيره. لو جينا نحن بدينا نقول في الكلام هذا، طبعا بالنسبه للفولتج غير الفريكونسي، الفولتج انت تحمي فيه عن طريق الاوتوماتيك فولتج ريجوليتور او عن طريق الاوتوماتيك فولتج ريجوليتور او عن طريق تعمل له برضه حتى هو يعني انتربشن او مثلا سيركت بريكر تفصله هيك. فلو جينا نحن قرينا الكلام هذا قال لك ان the voltage at the terminals of the generator is a function of the excitation and speed. Function of the excitation and speed هو يعتمد على الفريكونسي ويعتمد على speed. Over voltage may result in thermal damage to cores due to excessive high flux in the magnetic circuit.
الاوفر فولتج معناه يعطيني اوفر فلكس في الماجنتيك سيركت ويسبب لها دمج. اكسيز فلكس ساتوريتس ذا كور ستيل اند فلوز انتو ذا ادجيسنت ستراكتشرز كوزينج اي دي كرنت لوس اور لوسز ان ذا كور اند ادجيسنت كوندكتور ماتيريال. سيفير اوفر اكسايتيشن كان كوز رابيد دمج اند اكويبمنت فيلر. Since the flux is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the frequency, هذه على حسب قانون فاراداي, the unit of measure of for excitation is defined as per unit voltage divided by the per divided by per unit frequency, اللي هو الفولت per hertz. مع زيادة الفولت زيادة hertz. Over voltage exists whenever the per unit voltage per hertz exceeds the designed limit, either من زيادة في الجهد مفرطة في الجهد أو من النقصان في الفريكوانسي. Over voltage exists at 105% of the relative voltage and the per unit frequency or per unit frequency and per unit voltage and 95 frequency. يعني هذه ممكن اللي بعد هني يصير over voltage, ما بعد هني يصير over voltage. Transformers are designed to withstand maybe around 110% of the relative voltage at no load and 105% at rated load with 8% power factor. طبعا هذه الارقام زي ما قلت لك انت يعني ما تاخذهاش انت precisely, ولكن هذا الكتاب اللي كتبه هنا indication ان زي ما قلت لك انت ان الـ situation في الـ power plant يعني far more sensitive than الترانسفورمر. الترانسفورمرز لانه هو عباره عن electromagnetic element فعطاها مارجن اكبر لموضوع الاوفر فولتج نتيجه للانسيليشنز بتاعتها والبوشنجز والحاجات هذينا, ولكن بالنسبه لي الليمتس على المولد يكون اقل عاده. Problem of under voltage in generators are resolved by proper excitation control. يعني اذا كان عندك انت under voltage بس زيد الاكسيتيشن بتاعك. الموتور in motors, low voltage prevents the motor from reaching rated speed on starting or causes them to lose speed and draw heavy loads. طبعا في بالنسبه للموتورز لا يفضل انك انت لا تشغل لا عند اوفر فولتج ولا عند اندر فولتج, ولكن السيتويشن ايفن وورس في الموتور لما يكون اندر فولتج لانه حيسحب تيار عالي جدا, لان اللي يتحكم في الباور المسحوبه من الموتور مش السورس, اللي يتحكم فيها هو اللود اللي هو الميكانيكال لود, فبالتالي مع انخفاض الجهد حيسحب تيار عالي جدا مرات يسبب في دمج في الموتر. ولكن بينما في الاندر فولتج ماهيش سيفير بروبلم في الجنريشن اكثر كما هو الحال في الاوفر فولتج, مش حتكون سيفير بروبلم لان في الحاله هذه حتكون معالجتها انك تزيد الاكسايتيشن بس. Why the overload relays will eventually detect this condition in many installations the low voltage may endanger production or affect electronic or digital control in which case the motor should be quickly disconnected. يعني في situation لا ينفع معاه الكنترول وهكي, فبالتالي في الحالة هذه ضروري انك انت تعمل disconnection للموتر من يعني من السورس بالكامل. ولكن عندنا هنا يعني disconnection of motor مش بالضرورة يكون disconnection بالكامل, يعني في محركات مثل المحركات اللي يشتغلها في الباور بلانت صعب انك انت تعمل ديسكونكشن حتى لو صار عنده اوفرلود او ارتفاع قيمه التيار عليه, صعب انك انت تعمل ديسكونكشن بشكل مباشر لانك انت يعني حتوقف البلانت بالكامل. مثلا انت عندك انت موتر هو اللي شغل مثلا في البمب اللي تودي الميه اللي تودي في البويلر في النيوكلير باور بلانت, انت كيف تبي تعملها شت داون لهذه؟ خلاص تعملها شت داون, حتعمل شت داون للبلانت بالكامل لان البلانت تحتاج الى كونتينوس ووتر فلو, ضروري تحتاج الى كونتينوس ووتر فلو داخل البويلر, تغلي الميه تحول الستيم بعدها تحط ميه من جديد صح؟ تستعمل هيت بالانس داخل البويلر, فبالتالي الحاله هذه ما تعملهاش ديسكونكشن للموتر, يقولوا لها تعمل لها حاجه اخرى يقولوا لها باس ترانسفير. باس ترانسفير يعني شنو؟ يعني يكون عندك انت موتر ريسيرف تنقل الباس وتعمل ديسكونكشن مع الموتر اللي فات, بمعنى ان شنو ان يعني تشغل بمب ثانيه او موتر بمب ثاني بموتر ثاني على 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 عمليه ترانزيشن تحدث في جزء من الثانيه او يعني في زمن سريع جدا, بنفس الوقت اللي انت دخلت فيه اخرجت فيه الموتر هذا دخل فيه الموتر الثاني
فعملية الباس ترانسفير هذه يعني عملية في الماشينز تحتاج إلى يعني very fast switch يعمل ترانزيشن ما بين التو موتورز, وفي نفس الوقت يحدث سيتويشن هل يقعد موتور overloaded ولا يحتاج إلى صيانة وما فيش مجال إنك أنت تعمل له شت داون disconnected, ومفروض يكتب هنا should be bus transferred or replaced quickly by another motor, لأن عادة السيتويشن في المصانع مش كيف في التوريد. السيتويشن في المصانع خلاص نطفوه ويعملوا disconnection وما عادش نعملوا إنتاج اللي من المصنع هذا فترة بسيطة على ما كذا, يعني حيكون السيتويشن تاع أخف من إنك أنت مثلا محرك قاعد يطحن في الفحم اللي تدخل فيه وتولد به في الطاقة. كيف تبي تعمل انت يعني ديسكونكشن؟ انت خلاص حتعمل ديسكونكشن للسيستم بالكامل, فيعملوا له باس ترانسفير, يعملوا له ترانسفير على الكول من الثاني, يوفروا به الوقود او الفيول للسيستم وينطرح الموتر الثاني للصيانه. وكذلك الحال في النيوكلير باور بلانت, وان كانت النيوكلير يعني عباره عن نيوكلير رياكتور مفاعل نووي, ولكن مفاعل نووي هذا يعطيني في طاقه حراريه بس, بعد في حيكون في يعني حيكون في ستيم, المفروض يكون في ستيم يعطي فيه عن طريق الكولر وهيك. فالستيم هذا عباره عن ووتر تعطي فيه ميه وبعدين تتحول الى ستيم بالحراره. فحتى هو نفس الشيء السيتويشن تاع ضروري يكون كونتينوس, ما تقدرش انت تفصله. عاده يستعملوا لحل المشاكل هذين يستعملوا في الباس ترانسفير في السيستم. في طلبه بتذكر انهم خذوا معايا مشروع تخرج من قبل في القسم, يعني كان موضوعها على simulation of bus transfer داخل الباور بلانت او الاندكشن موتر. فعندنا هنا لو جينا قالك هنا ندخل طبعا under frequency. under frequency is a system condition that affects the turbine more than the generator. معلش هذه خطا في الطباعة هنغيرها ان شاء الله. قالك هنا the turbine is more susceptible because of the mechanical resonance stress which develop a result of deviation from frequency from synchronous speed. هذا الكلام اللي حكيت لكم عليه بدري. ليش الـ under frequency يأثر على أو الفريكونسي بصفة عامة يأثر على التربين أكثر من الجنريتور؟ because of the mechanical resonance stresses اللي هن على الموتر, اللي هن آسف على التربين, اللي يكون النتجات عادة من الانحراف اللي يصير في الفريكونسي. هنا appropriate load shedding our system load shedding is considered as primary turbine under frequency protection. Appropriate load shedding will cause the system frequency to return to normal before the turbine trouble free limit is reached. Appropriate load shedding will cause the system frequency to return to its normal before the turbine trouble free limit is reached. يعني هو حيكون الـ under frequency هذا او عملية load shedding هذه حتكون كافية أن هي ترجع الفريكونسي لوضعها الطبيعي. عادة اللود شيدنج يتراوح من 25% إلى 75% ويكون سكادجولد بين المناطق. Since the load shed program can be relied upon only that, to the extent that the original design assumptions are correct, additional protection is required to prevent steam turbine damage. Additional protection is required to prevent steam turbine damage. In order to have unit available for restart, it is desirable to trip the turbine to prevent damage. يعني على أساس إنك تتحول الدمج. فعندنا قال لك هنا the action in itself is considered as the last line of defense and is sure to cause the area blackout. اللي هو سواء كان load shedding حيعمل area blackout أو إنك تتعمل shedding للماشين بالكامل. It will, however, allow the unit to be ready to restore the system. Turbine manufacturers have published curves of frequency versus time, which can be used as guide for operator. عادة الترباين يعطيك بعدها الكتالوج أو الداتا شيت بتاعه اللي تعرف منها كل frequency كم مفروض يقعد وقت, يعني بالنسبة للتايم, يعني مثلاً 47 هرتز كم تبي له وقت بحيث إنه يفصل بالكامل الترباين عن السيستم. The question is to trip or not to trip. The problem is loss of life, and it is not clear that the best interests of the system are served by tripping the unit too quickly. طبعا زي ما قلت لكم انتم هذين في بعض القرارات يخضعن الى الخبره
يخضعن الى الخبره الاكسبيرينس بحيث انك انت تعطي الديسيجن هذا انت بالضبط. From the protective relay viewpoint, a simple frequency relay can be used. However, the loss of life of the turbine blades is a cumulative deterioration every time the turbine passes through the low frequency operating zone. Computer monitoring of the history of the frequency can be applied. طبعا هنا مش حتى الكمبيوتر ماثيماتيكال موديل اللي هو يعطيك مثلا عند كل فريكونسي شنو ممكن تعمل. يعني مرات يكون خاضع للخبره الشخصيه بتاع الاوبريتورز اللي في البلانت. يعني مثلا تقعد انت في محطه معينه بدل ما تعمل لود شيدنج تكلم صاحبك مثلا في محطه ثانيه تقول له وفر لي اعطيني 20 ميجا وات لان راه عندي اندر فريكونسي في الشبكه بشكل كبير. يعني فهو يعطي بعض الاحمال اللي كان يعطي فيه المولد اللي عندك وخلاص تنتهي القصه بدون لود شيدنج. فهو العمل الموضوع هذا خاضع لخبرتك انت في بس هو الحل المعمم هو اللود شيدنج. يعني في حاله خاضع لخبرتك انت ومعلومياتك على الشبكه هذه وعمليه الكوميونيكيشن اللي تصير ما بين السب ستيشنز هذه. Since the load shed program can be relied only هذا هو نفس الكلام اللي حكيناه تو. It will however allow the unit to be ready to restore the system to buy manufacturers. Yes, هذا هو نفس الكلام اللي حكيناه هنا. بس نحن we have already finished المحاضرة. بس عندكم two drill problems 7-1 and 7-2 اللي هن exercises no need for submission. هذين حاول انك انت تحلهم بس عارفين في المحاولة انك انت تحلهم وممكن تستعمل relevant curve فيهم بخصوص الكتاب هذا. تمام ان شاء الله المحاضرة الجاية حناخذه. اكتب لي اسمك ورقمك مثلا لو سمحت. المحاضره الجايه ان شاء الله حناخذ باذن الله حناخذ اللي هو الباس بروتكشن ان شاء الله. وخلاص خلينا ناخذ الباس بروتكشن يعني حنقعد فيه كم محاضره وبعدين حنكمل المنهج باذن الله. معش يكون في حاجه يعني اديشنال. لو في حد منكم عنده اي سؤال ممكن يحكي لي يعني.